يا مرحبا، اليوم في عنا موضوع عن وصف شخص. طبعا هذا الموضوع وصف شخص، سواء بيجيكم انه اوصف شخص بتحبه، اوصف صديقك، اوصف شخص كان معك بالماضي، اوصف شخص من خيالك. فيعني مهم انت تعرف كيف توصف وكيف تحط الصفات او كيف تتعامل مع الصفات قبل الموصوف. اول شيء عندنا هذا الموضوع، بس حكبره شوي مشان يبين. اعتقد الخط هيك مناسب. طبعا مثل ما شايفين الموضوع ما له منسق، حننسقه، حنساويه، يعني نعدل عليه بطريقة يصير افضل من هيك. طيب اول شيء مثل ما شايفين برشوم بسكريبنينج، هذا هو العنوان. فالعنوان انه بدنا نوصف شخص، هذا الشيء نحن بنعرفه، ما في داعي تكتبوه هذا اذا اجاكم الموضوع، طالما يعني الموضوع هو بسكريبا ان برشوم، فما في داعي تكتبوا العنوان برشوم سكريبنينج. فالواحد ببلش فورا هيك، مثلا يا هار ان كوم بي سم هيتر، والاسم اي اسم بدكم اياه، سواء مثلا بتحط اسم بنت، بتحط اسم شاب، بس انه لازم يكون متوافق الصفات مع الاسم، يعني مو توصف بنت وانت حاط اسم شاب والعكس صحيح. المهم يا هار ان كون بي سم هيتر بيتر. هلا هون فينا نحط مثلا نقطة، اعتقد هيك بصير الشكل احسن. بيتر ار ميك هيلسو سوم هان اوك، فينا نقول اوك هان ترينر ريجونجر. هان ترين فريغونجر ايفيك، كان المفروض تكون هون، بس المفروض اذا عدلنا هيك وهون مثلا سوينا اوك هان ترين فريغونجر ايفيك، كان اعتقد هيك جملة اضبط. ما بعرف، حاسس شكلها هيك مريح اكتر. طيب هان سيمر، هو يسبح، سيكلر اوك برومينيرر، ويتمشى، هو بيسبح و بيقود دراجة وبيتمشى. بيتر ايتر اوكسو نيتيك موت، هو بياكل طعام صحي. تري دوغر ايفيك كان اوتر هان فيسك ايتر، مفروض ايتر هان فيسك، اعتقد تري دوغر ايفيك كان ظابط الجملة قواعديا. طيب دبلي ريفن ميك جرون ساكر، اوكي بس اعتقد بونور هي لازم تكون حبوب اوك فروكت، اعتقد هي جملة لازم تكون هون، ما بعرف حاسس هيك الموضوع شوي. هيك اضبط صح. بيتر اوتر بنقول ايتر، بيتر ايتر اوكسور نيتيج موت تري دوغر ايفيك كان، مثلا تري دوغر ايفيك كان هو الزمان، فبعدها بده يجي فعل هان فيسك. اوكي دبلير ايفن ميكي جرون ساكر بونر اوفروكت بيتر اتر الدري جوديس، فرجيني هي بتجي جملة هون. اوكي يوغ اعتقد هي هون ما لها معنى فبنحذفها. ففينا نقول مثلا مين كومبيس، نجيبها لهون هيك، مثلا مين كومبيس ار فاليد اوردنتلي، هو كتير مرتب. كمان سبرينجر هم لا معنى، فين سبرينجر نحطه هون، اذا مثلا هان سبرينجر سيمر سيكلر، هاي فين نحطه هون طبعا مع التصريف الصح لإله، فهاي فين نحطه هون مثلا انه هو بيركض بيسبح، بس انه هون ما لها مكان بصراحة. هون لازم يكون في نقطة. مان اعتقد مان بلانيرر، اعتقد هان لانه نحن صرنا بنعرفه، يعني بنعرف اسمه، فما في ما فينا نقول عنه مان، يعني طالما نحن بنعرفه فينا نقول عنه هان. هان بلانيرر هو يخطط بوضة. سين مول تيدر اوك سين فيل، هو يخطط اوقات الراحة والاكل. اوكي ما في اي مشكلة، بس هي حرف كبير لازم تكون حرف كبير. they are victed for do morgo، هون الجملة they are victed for do morhan do mo، اوكي هي ما لها محل هون، اعتقد هيك الجملة اصبر. they are victed for honom after sham hammo bro، او they are victed هي مهم. مثلا هان بلانير بودا سينا مول تيدر وسين فيلا، سو دي ار
مثلا so they are evicted for they are evicted for هون ما أعتقد لازم تكون دوم اور هانبرا هيك الجملة أزبط. هذا هون ما له معنى. some person are better snull بخيل ولا سنيل. اوكي الاثنين صحيحين، الاثنين صفات، سنول بخيل وسنيل لطيف، حسب انت شو شلون بدك توصف رفيقك. اذا رفيقك الافضل توصفه كسنيل احسن ما توصفه بشكل سيء. اوكي يلبسم، انه سنيل ويلبسم لطيف ومساعد اضبط من انه بخيل ومساعد، فما بعرف حس انه سنيل اضبط بكثير. هان ار ان برا كومبيس. اوكي اوك مثلا هون فينا نقول اوك هان مثلا، عشان ما تصير جملة كلها هيك انه جملة نقطة جملة نقطة، يعني لازم تكون الجملة شوي مترابطة. هان ار ان برا كومبيس اوك هان ار ليت سم فور هان تنكر انت فور ميكي بو بروبليم. هان ار ليت سم فور فور ات هان فور ات هان تنكر انت فور ميك هان انت تنكر. اوكي امتى هون؟ لانه هي حكيت عنها من قبل، حتى اجاني تعليق ثواني شوي، كنت ناوي احكي عنها هي هالموضوع من هون من قبل، اجاني تعليق ثواني شوي. ليكو التعليق هون، اول تعليق كنت ناوي احكي عنه منيح اجت الحاله هي لحتى احكي عنه. هون في شاب اسمه قاسم كان كاتب لي كيف حاطط نفي بعض الضمير ياك انت كان كوما. انا بالموضوع كنت حاطط نفي ياك انت كان كوما، وكاتب لي هو هيدا غلط، لازم تكون يا كان انت كوما. اذا بنفوت للموضوع بنفتح الموضوع بنفوت تقريبا على من كومبيز، فاعتقد هون انا كنت كاتبهم دارفور ياك انت كان كوما. بعد دارفور، دارفور دليل جمله فرعيه، فانا هون عملت على انه انت بتجي بعد السوبجكت لانه جمله فرعيه. فنفس الحاله هون بهذا النص، مثل ما لاحظتوا شوفوا لما بنكتب انت مكانه مثلا فور ات هاند تنكر انت، شوفوا شلون بيعطيني خطا، شايفين عم خطا، بنكبس عليها بيعطينا انت تنكر فور ات هان انت تنكر. شوفوا انت النفي وين اجت؟ اجت بعد السوبجكت لانه هي جمله فرعيه، والجمله الفرعيه بيجي النفي بعد الفاعل. فور مي كيب بروبليم هو لا يفكر كثيرا بالمشاكل. اوكي ما في اي مشكله. هان خيمتر هو يعني يمزح، او سكوير فور ميكي مثلا هو لازم هون، او بدون فور ميكي هان سكوير ميكي اوكس كراتر التيد مثلا فينا نقول هو بيمزح كتير، وبشان نقول ميكي ميكي فينا نقول التيد بيمزح كتير. طيب هاي لازم تكون هون مشان تصير الموضوع متناسق. اعتقد هون هيك الموضوع متناسق. الخاتم بدنا نقول مثلا، هلا بنحكي شيء خاتم، بس خليني اراجع الموضوع مرة أخيرة لأنه حاسه كان في كتير هيك مو متناسق. يا هرينكم بيصم، طبعا مثل ما شايفين احنا في عنا هذا البرنامج اذا بتتذكروا اللي حكينا عنه. استنى شوي ننسخ، بنفتح جوجل كروم. استنى شوي اللي يفتح بياخذ شوية وقت لاني انا فاتح برامج هون، فبنسكر الصفحات بنفتح جوجل على السريع. هي جوجل ترانسليت، جوجل اوفرشيت محطوط هون سفينسكا هون ارابيسكا. فالنص اللي معنا اياه بنعمل له لصق، شايفين هذا النص اللي لصقناه بياخذ شويه وقت، بيعطيكم هون الترجمه. فهون ثواني شوي بده ياخذ شويه وقت، اخذ ها اعطاكم صح انه ما فيه اخطاء قواعديه، مثل ما شايفين عاطي صح ما في اخطاء قواعديه. هون الترجمه تبعيته كل شيء مثل ما شايفين. فالنص اللي كاتبينه هذا النص، هذا البرنامج اللي حكينا عنه بفيديو من الفيديوهات مثل ما بتتذكروا، ما بعرف اذا بتشوفوه بالقناه، رجعوا بالقناه على عنوان الفيديو اسمه برامج تساعدك في كتابه مواضيع او هيك شيء. فهذا هدول البرامج اللي هون بتلاقوهم بهداك الفيديو، بنحكي كيف بيساعدوك. مثل ما شايفين ما في خطا، بنرجع للموضوع ما فيه اي خطا ما في داعي نرجع نقراه. انا كنت هلا بدي اقراه بس مشان ما نضيع وقت، فرجيتكم طريقه مره ثانيه على السريع مشان تتذكروها. الخاتمه مثلا بدنا نحكي مثلا انه بما انه هو مثلا صديق منيح، فمثلا
مثلا ياغ هار فليرم بيهار فليرم كوم بيسر من بيتر ار دم بيست كوم بيس يا هار هافت. انا لدي او يا هاد فينا نقول هون يا هاد فليرا كومبيسر من بيتر اردن بيستا كومبيس يا هار هافت، انه انا عندي كتير اصدقاء ولكن بيتر هو افضل صديق انا حصلت عليه. فهي خاتمة، هي المقدمة، هذا نص الموضوع. وصفنا بيتر شو بياكل، حكينا انه هو منظم، هون كده اوردنتليك منظم، حكينا انه هو بينظم مواعيد اكله والراحة تبعيته، حكينا عن كشخص هو انه سنيل ومساعد، شخص وصديق جيد، كسول فينا نقول، ما يفكر كتير بالمشاكل، بيمزح كتير وبيضحك على طول. ف هون كمان حكينا شوي بالمقدمة انه هو يعني صحي، بيتدرب كتير 3 مرات بالاسبوع، بيسبح، بيقود دراجة وبيتمشى. فوصفناه تقريبا من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية، يعني الناحية المعنوية انه هو سنيل وهيك، ومن الناحية الجسدية انه بيتدرب، انه شو بياكل. وخاتمة مناسبة، الموضوع مثل ما شايفين 115 كلمة تقريب، مناسب جدا لطلاب الدي وحتى السي، وحتى جروند ممكن نضيف عليه شوية جمل بسيطة. مثل ما شفتوا الموضوع كان فيه كتير هيك شوي لبكة بالأول، لأنه كان مو مظبط مو منسق، حاولت قد ما فيني إني أظبط لكم إياه، حكبره شوي بس مشان يكون أوضح، أعتقد هيك أوضح. فأنتوا اللي عم تشوفوا هلا آخر الفيديو، بعرف أنا في كتير عالم بتقطع الفيديو للأخير بس مشان تشوفوا الموضوع، ما بيهمنا نحن شلون عدلنا عليه، ما بيهمنا كيف كان شكله، ما بيهمنا شو حكيت بالنص قواعديا، شو شرحت، شو حكيت. طبعا أنتوا حرين اللي بتعملوه، بس أنت اللي عم تشوف بس هذا الجزء، فبظن هيك موضوع شبه جاهز، ممكن أنت تتعلم منه أو تاخده كنموذج تستفيد منه بكتابة وصف شخص أو وصف صديقك. طبعا أنتم حرين تقيموا جملة بتعدلوا عليها، بتحطوا مثلا وصف مناسب لصديقكم، فيكم توصفوا. هلا هون مثل ما شايفين هذا الموضوع ما في وصف جسدي دقيق، يعني مثلا ما قلنا إنه هو، هلا هون فينا نقول مثلا، هون مثلا قبل ما نبلش فينا نقول مثلا عمره، يعني مثلا خلينا نقول مثلا من هون، ثواني شوي، من هون تقريبا فينا نقول مثلا بيتر مثلا ار قديش عمره مثلا 25 مثلا على سبيل المثال، شو فهم اور جامل من هان سير انت اوت سم هانز اولدر، يعني هو ما بيبدو كعمره، سمت هانز كروب ار ستارك، كمان جسده قوي، مثلا تاكسام تاك فوري لازم تكون هون مثلا، او ثواني شوي تاك فوري ترينينجر هانيور. انه هو عمره 25 سنة ولكن هو لا يبدو كذلك كعمره، يعني بالاضافة انه جسمه كتير قوي، الشكر لا او الشكر الفضل يعود للتمارين اللي بيقوم فيها. فهي جملة اضافية، مثلا فينا نقول هون مثلا فينا نعمل هان ايتر، هاي بنكون ضفنا جملة صارت ب 137 كلمة. يعني مثل ما شايفين انتم فينكم تضيفوا جملة مثلا هون بعض النقاط، يعني بحس تحطوها بمكان مناسب فما في اي مشكلة، وحسب انتم الشخص اللي عم توصفوه اذا كان انثى ولا رجل. انا بحكم اني شخص فعندي اصدقاء شباب، فبقدر اوصف الاشخاص الشباب اكثر من البنات. انت اللي عم تتابع الفيديو كانثى، فممكن انك توصفي صديقتك مثلا، انك تقولي لها مثلا لون بشرتها، شو بتحب، شو بتكره، عندها حجاب ما عندها حجاب. اذا بتحبوا اني اوصف انثى
فبحاول اني اعمل فيديو عن هذا الموضوع، ما بقول اني حقدر كتير، بس اكتبوا لي الصفات اللي بدكم اياها بالتعليق لحتى اكتب هيك موضوع. بس هذا هو كان الفيديو، يمكن حكيت كتير بهذا الفيديو، بس لانه بوصف الاشياء في كتير شغلات ممكن نحكيها، ممكن كتير شغلات فاتتني ما وصفتها، هي مهمة اكتر من اللي موجود هون. بس مثل ما شفتوا انتم كان الموضوع شبه جاهز، انا عدلت عليه كتير لحتى صار بهذا الشكل. بتمنى انه يعجبكم الموضوع، ودرسوا منيح، سلامات.